أيضا من المنتخب الإيراني. يا خارج الملعب زي ما قلنا لكم، زي ما قلنا كان لاعبا متميزا، وهذا تصديق لكلام الزملاء إن شاء الله يجيبها. يلا يا خالد شوت نبيها، صدها الحارس الإيراني. يتقدم من المنتخب الإيراني، لعبها في زاوية أرضية، سمي بالله وبقوة وبتركيز. وحسين أحسنت. هذه واحدة يعني الآن الضغط على المنتخب الإيراني. كرة لصالح المنتخب الإيراني، ركلة ترجيح، صدها دعية أبو حميد. الله يوفقه، الله يعينه، إن شاء الله جول. وبتركيز أكثر، بقوة شوية وبتركيز أكثر. وعبد روعتني زي الإيرانية، اي والله ابتسم. 2-3، 2-1 للمنتخب السعودي. محمد دعيع يتهيأ في المرمى، محمد البراء سجلها اللاعب خالد مسعد يتهيأ، خالد مسعد يلا مهمة ودنا تطلع، هذه مهمة ودنا تطلع. لعبها بكل هدوء إبراهيم ماطر يتقدم ويلعب. الحمد لله، 1,000,000,000 وشلون ما أدري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاعلوا بالخير تجدوه. ركلة الترجيح السادسة، صدى أبو دعية، صدى أبو حميد، قايل لكم تفاعلوا بالخير تجدوه. أمن المنتخب السعودي أحمد جميل. أحمد جول المنتخب السعودي من ركلة ترجيح. ألف مبروك. جميل يا أحمد. مع السلامة مشاهدينا الكرام، والحمد لله، وإلى الزملاء في لندن، تقبلوا تحية.